وهنعمل بوم بقى المفاجأة، الصعيد الجميل والريف المصري الجميل الحلو اللي بنعيد عليه، الملوخية الناشفة الشلولو هنعمله بشوربة لسان الخروف أو لسان العجل، موجود معانا الشلولو اهوت، هنشوف نعمله مع بعض ازاي بالشوربة بتاعته. أهم حاجة إنك أنت المستكة والحبان في قلب الشوربة هيديك شوية شوربة حلوين، والملوخية تاخد الطشة وتبقى لطيفة وجميلة. تعال نشوف نعمل الملوخية مع بعض ازاي. الشلولو، طيب طاسة على النار أو حلة على النار، الشوربة بتاعتنا جاهزة، هنصفيها هنا ناخدها. شوف مقادير الملوخية بشوربة اللسان، مقاديرها على الشاشة، ملوخية بشوربة اللسان والمقادير على الشاشة، بسيطة وسهلة. ملوخية ناشفة معانا، شوربة اللسان على النار فيها بوكيه جرنيه، وعملنا بيها الفريك وعملنا بيها اللسان، خدنا منه شوية. حلو الكلام؟ اه. عشان بس بوريك ازاي تعملوا سفرة بأقل تكلفة ممكنة، وهي دي هدفنا في أكلة أمي، البركة. بركة يعني تخلي التكلفة قليلة والسفرة مختلف. اه ده تحفة فنية، صوريه بس كده. وعندنا طبعا اللسان مع الفريك، ملوخية على الشاشة، ملوخية ناشفة، المكسرات دي مالناش دعوة بيها، ومعانا الشوربة ومعانا التوم الأساسي والكزبرة الناشفة. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي سريعا. حلو قوي. أول حاجة هاخد الشوربة اللي جاهزة عندي دي كده، مش عايز بقى إيه لا حاجة من الحاجات دي ولا حاجة. أوه. الله. شوية شوربة متوصى عليهم. وعايزك تعملي ملوخية على قد الأسرة، يعني الملوخية دي من الحاجات ما تعملهاش وتسخنها تاني يوم، ده ملوخية ناشفة أنت مخزناها أو شارياها أو جاية لك هدية من الريف المصري أو الصعيد المصري، وأكتر حد مشهور بيها الريف المصري، بوجه له تحية كبيرة، إخواننا في الصعيد وحبايبنا اللي بيتابعونا وبيتابعوا القناة الأولى. تعملي على قد الإيه؟ الأولاد دول كام؟ ده كمان شوية. سيبها بقى تغلى على النار. اوعي تسقطي الملوخية في شوربة باردة، ده عكس الناشفة، الناشفة دي هنفكها بمية ايه ساعة دلوقتي، انما لو الملوخية اللي هي طازة لازم تنزل على الشوربة وهي بتغلي. انا عارف يا امي والله انت اشطر مني في عمايل الملوخية الناشفة، ده احنا اتعلمنا منك يا ست الكل. نحط دي كده على النار ونشيل الحلة دي كده. يلا دي انا مش عايزها، تعال نشوف نقفلها ازاي بسرعه. وانا بقفلها نعمل الطشه بتاعتنا. اللهم صل على النبي. ادي الملوخيه ناشفه، عندي شويه شوربه، بحط الملوخيه الناشفه دي كده هنا بعد طبعا ما تتكرم. يعني ايه تتكرم يا شيف؟ يعني تتنعم حلو وتتنخل حلو، الحاجات اللي فيها تتشال، خلي بالك. الله، نقلب دول كده مع بعض. طبعا مفرك الملوخيه كلنا عارفينه. اوعى تحطها في ميه سخنه تكلكع مني، خلي بالك زي ما انا شغال كده. حضريها كرميها. اخدتها تنزل هنا كده. الله الله الله. اهي نعمل لها الطشه بتاعتها. الملوخية الناشفة لازم تشتغل معاها كده، لو انت حطيتيها في الشوربة وهي بتغلي تكلكع منك. شيل ده كده. والنظافة يا عم الشيف. تعالوا نعمل الطشة بتاعت الملوخية الناشفة اللي هي تختلف غير الطشة بتاعت الملوخية الطازة. بجد يا شيف؟ معايا انا. انا بحبها كده. دي جاهزة. تقليبة دي كده. شفت القوام؟ بص تقطع مين يا غالي؟ تتهزر؟ هي التركية في انك تدوبها فين؟ في شوية شوربة باردين. سيبها على النار، الطاسة دي الحلوة، معلقتين سمنة حلوين للطشة بتاعت الملوخية. حلو. ننزل بالتوم بتاعنا. اللهم صل على النبي. ننزل بالكزبرة، الكزبرة الناشفة على طول. والله على الريحة. شاطر؟
تعال شم الريحه الحلوه دي كده جنب الملوخيه. يلا ايه الاخبار؟ هو ده اهو حلو. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. شويه البهارات الحلوين، شويه الملح الحلوين، الله، شويه الفلفل الحلوين، تقليبه الحلوه دي كده اهو. بص بقى الطشه، اللهم صل على النبي. يلا نعمل اهو. شو اعملي لجوزك في البيت اهو، ليه تطلعي بره؟ نفس القصه اهو، نفس القصه اهو. خلصت الملوخيه يا عم الشيف. خرجنا الجميل. كمان مره على النار، سيبيه على النار كده، تعالوا نغرفه مع بعض. خلصت الملوخيه يا عم الشيف. ده مكانها ملوخيه ناشفه، احلى من الطازه، والعلم قال لك الملوخيه الناشفه احلى من الطازه. الف هنا وشفا للي ياكل.